حنا كنخلصوا الكرا عندنا 6000 درهم في الشهر، عندنا ضريبه 8200 درهم في العام، فهمتيني؟ وعندنا دراري كنخلصهم فهمتيني كنخلصهم 700 درهم للسيمانه 800، فهمتيني؟ والدراري كيخدموها 4 جو 4 ايام في السيمانه، فهمتيني؟ وهي المشكل عندنا الدراري ما كيبقاوش صابرين لنا في الخدمه، كيشوفوا مع حالات اخرين خدامين دابا عين الشوق عين الشوق سميتو الحي محمدي سيدي عثمان خدامين بمسيك معانا خدامين وحدين خدامين معانا فهمتيني حالين، وحنا المقاطعه 60 و60 مكرر و61 62 ما خدامينش، علاش؟ بغينا نعرفوا. سولنا قال لك حنا القرار من الوالي، ما نقدروش حنا نديروا شي قرار من عندنا، حنا ما مطلوقين، حنا اللي ما مطلقوش لنا. جينا باش نشدوا معهم واحد الحوار بان سميتو باش نحلوا السيمانه كامله، وهي ما عطاناش، قال لك من هذاك الشيء من الوالي. من الوالي. من الوالي قرار اللي عنده البير يخدم 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 سيمانه كامله، اللي ما عندوش البير يخدم يخدم 40 في السيمانه. حنا كنخلصوا الضريبه نفس الطريقه، اللي عنده البير اللي ما عندوش البير كيخلصوا الضريبه بحالنا بحال، حنا كنخلص 8200 درهم في العام اللي كنخلص. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.